اهلا بيكم في قناة ايمي يومي. لو دي اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلوة وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة وصفتنا هي صوص اللحمة اللي احنا شايفينه قدامنا ده، اللي بيبقى كثيف كده وطعمه لذيذ جدا مع اللحمة. هحط حلة على النار واحط فيها ربع كوباية من الخل البلسمك واسيبه لغاية ما يبتدي يسخن كده، ويبقى هيبتدي في مرحلة الغليان. اول ما يبتدي يعمل رغيف كده ونلاقيه هيبتدي يغلي، نضيف له 3 ارباع كوبايه من دبس الرمان واسيبهم يغلوا مع بعض. ولما يغلوا اضيف لهم معلقه صغيره من السكر، هدوبه كده معاهم. نص معلقة صغيرة من الملح، هسيبهم يغلوا على النار 5 دقايق وبعدين هضيف لهم كوباية من شوربة اللحمة. اول ما تبتدي الشوربه تغلي معاهم هبتدي احضر الدقيق، خليط الدقيق والزبده. هحط معلقه صغيره من الزبده على معلقه صغيره من الدقيق وهخلطهم مع بعض كويس جدا، وبعدين هنزل بيهم على خليط الصوص بتاعنا وهدوب الدقيق كويس جدا في الصوص، وده اللي هيساعد ان الصوص يتقل معانا وياخد القوام اللي احنا كنا شايفينه في اول الفيديو، قوام تقيل كده. هفضل اقلب فيه لغايه ما الدقيق يدوب تماما وهلاقي ان الصوص ابتدى قوامه يتقل. المرحلة دي ممكن تاخد وقت شوية عبال ما المية
اللي عندنا تتبخر ويبتدي الصوص يتكثف زي ما احنا شايفين كده. هي دي المرحلة اللي احنا عايزين نوصلها من الصوص، او الصوص تقل كده معانا وخلاص، هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. هصفي الصوص عشان لو في اي اجزاء مكلكعة لسه من الدقيق او كده نتخلص منها ويبقى عندنا صوص كده نقي. ولو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت، واشوفكم ان شاء الله في صفات جديدة.